هلو يا حلوين، إذا أنتوا جداد عندي بالقناة أنا آيا، واليوم حنتعرف على الفرق بين الفاشن بين الستايل. كلمتين كتير بنسمعهم بس صعب نفرق بيناتهم، فاليوم حنتعرف أكثر على هول المصطلحات وحخليكم تعرفوا إذا أنتم من جانب الفاشن ولا من جانب الستايل. وأكيد قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، وإذا كتير حبيتوا الفيديو بليز شير لحتى تدعموني أكثر. الفاشن هو العلاقة الخارجية، أما ستايل هو العلاقة الداخلية. كيف؟ يلا نعرف سوا. إذا أنتوا أشخاص بتتبعوا الفاشن، يعني أنتوا عم تتبعوا كل شيء جديد، كل شيء ترندي، كل شيء نازل هلأ دارج بالسوق، وهذا الشيء أكيد بيتغير مع الوقت، يعني أنتوا عم تلحقوا كل شيء هلأ على الموضة. يعني بالمختصر الفاشن هو كل شيء هلأ عم ينزل ترندي ومنه ثابت، بيتغير مع الوقت. كيف بتشوفوا انه مثلا هلا دارجه الوايد ليج جينز، السنيكرز الوايد، القمصان البيض، بعد شوي بينزل يمكن سكيرتس القصار، بعد شوي يمكن بيدرج البوتس الطوال. كل زمن وله الفاشن تبعه والترند تبعه. اما ستايل هو بيختلف جذريا عن الفاشن، ووحده من الشغلات اللي فينا اعطيكم امثال عليها من جانب الستايل اللي هن رجال الاعمال اللي بتلاقوهم دائما رايحين على ستايل البدلات مع جرافات لحتى يبينوا شخصيتهم، او هيدا الشيء يمكن اللي بيلبق على شخصيتهم. في رجال الدين مثل الشيوخ بتلاقيهم دائما لابسين عبايات مع عمامه على راسهم. في كمان ستايل المحجبات اللي دائما بيروحوا على ستايل الفضفاض المريح اللي ما بيبين مفاتن جسمهم. بتلاقوهم عم يتبعوا ستايل هن بيعبر عن شخصيتهم ومبادئهم بنفس الوقت. والنقطة الأهم إنه ستايل بضله ثابت وما بيتغير مع الوقت. يعني بالمختصر المفيد، حسب ستايل حياتكم تختاروا ستايل لبسكم. وإذا كنتم من الأشخاص اللي بتحبوا تغيروا، ما بتحبوا تمشوا على نمط ستايل معين تزهقوا، بالمختصر فيكم تروحوا على الفاشن الترندي، القصص اللي نزل درجة جديد، يعني بيتغير مع الزمن ومنه ثابت. اما الفاشن هو كل شيء بيطرحوه مصممي الازياء وبيجبروكم انكم تلبسوه وبيصير ترند لفتره معينه. وعبالي اسالكم سؤال وبدي منكم كلكم تجاوبوا بالكومنتس قبل ما تكفوا الفيديو للاخر. اقولكم او برايكم الاشخاص اللي واثقين من حالهم بيتبعوا الفاشن الموضه او بيتبعوا شيء بيلبق لستايلهم بيعرف عن شخصيتهم وبيعرف عن قيمهم؟ فانتوا اكتبوا لي العالم الواثقين بحالهم شو بفضلوا، الفاشن ام الستايل؟ فيكم تقولوا الستايل بيستوحى من عمل الشخص او روتين حياته. وبس تعرفوا الفرق بيناتهم حتصير الصوره واضحه قدامكم اكثر اذا انتوا بتفضلوا شيء الستايل اللي بضله مثل ما هو او الفاشن اللي بيتغير على طول. حبيت اختم بمسارين مختلفين، هل عن جد نحن بدنا نكون على الفاشن وعلى الموضه وترندي، او بدنا نتبع الشيء اللي بيناسبنا حتى اذا ما كان على الموضه بس لانه بيشبهنا ويشبه ستايلنا؟ انا كايا كفاشن انفلونسر بتبع مسار الفاشن، كون كثير بحب اجرب القصص الجديده الترندي اللي نازله على السوق جديد، وما بحب اثبت على ستايل معين، فانا بختار مسار الفاشن. وانتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو مساركم.